والله هي كالعادة احنا صار العيد عندنا اشي روتيني، يعني كونه احنا في بلد يعني محتلة ومشاكلها كثيرة، بس الحمد لله رب العالمين في جميع الأحوال. طبعا بحب أقولهم كل عام أنتم بخير وإن شاء الله بنعاد علينا وعليكم الخير والسلامة. والله بصراحة إحنا منعيش بأيام بركة، أيام ذي الحجة، أيام وقفات، أيام فرحة وسعادة للجميع الكبير والصغير. من سنة نبينا إنه ندخل الفرحة لأنفسنا ولأهلينا ولأطفالنا. شايفين احنا الاجواء والاسواق مليئه بالزوار واللي بتبضعوا الناس، كل عام وهم بخير ان شاء الله، وربي ينعاد عليهم هذا العيد بامن وسلام على الجميع. عيد الواحد بحس انه نسبيا يعني الناس لسه مش متحركه، مش متشجعه كثير، مش عارفه ليش يعني، مع انه عيد المفروض انه يكون في احتفالات اكثر، في ابتهاج اكثر، يعني ورجوا الناس البهجه اكثر، بس مش كثير. الله يكون بعين العباد، لانه جيتهم مناسبه عيد ومدارس والموظف اذا ما باطش منين بدي اجيب؟ الله يكون بالعون. والله العيد مش زي كل عيد، وضع العالم مش زي ما بدك، الوضع الاقتصادي يعني في شوي ربنا الله هيك الظاهر يعني هيك الموجود. رغم الألم ورغم الاحتلال احنا ان شاء الله راح نفرح في هذا العيد، ونقدم اجمل التهاني والتبركات لاهالي الشهداء واهالي الاسرى، هم الاكرم جميعا علينا. نحكي لجميع الاسرى كل عام وانتم بخير وان شاء الله الفرج قريب، ومن السنه انه ندخل الفرحه والسرور على الجميع. Selam sana.